اللعب مع رشدي بهلال. كان لازم وانت بتقول الكلام ده يصعب عليكي حال الناس اللي هيتوقف حالها بسبب تهورك. لا 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 لو سمحت، انت فاهمني غلط خالص. وبعدين كان انتوا عندكم رجالتكم، احنا كمان لينا ناسنا وممكن نزرعهم في قلب مكتبه كمان ونعرف عنه كل حاجه، واللي عايزين نوصل له هنعرف نوصل له سهل جدا علينا على اذنك. انا رحت جنينه حيوانات زلاليمو، شفت زلومه. معلش عايزه فريش اورنج. مساء الخير. مساء الخير لمؤاخذة يا اخ. اتفضل يا فندم. انا عايز زي دي. لا هذه اشياء مش لللمس. ايه ده انت ايه ايديكي عرقانة دهب؟ دي مش لللمسات. دي اديتها لي واحدة من اللي هي بتاعت اللون، واحدة ساحرة. اوه قالت لي دي فيها ساعة حظك، دي من غيرها انت فرد جزمة. عارفة جزمات؟ جزمات. انا عايزة زي دي يا وليه. ما قلنا ما ينفعش، ما ينفعش دي، قلنا دي معمولة لبوشكاش محب. انت في حاجة حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجة عايزها مني؟ اتفضل يا خواجه، التمثال تمن البضاعة. وعمرت عمرتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعة شيء وعمرت شيء تاني. والله بقى دي العمولة اللي طالعة من ذمتي، وأنا ما يتلويش دراعي. أنت سامع ولا لأ؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقة اللي هدفع بيها الصفقة اللي جاية، وما كانش عاجبك هغيرك أنت والراجل بتاعك كمان. لا إذا كان الكلام بالشكل ده بقى أنا هخليك تبطل شغل في سينا خالص، وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعة اللي أنت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت هات لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش، عارفه الشنطه. فندم ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافات يعني. انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تتضرب. لو سمحت لو سمحت. ايوه لو سمحت. أيوة. ممكن تولع لي لو سمحت؟ نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. كابو عربي السلسلة. 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 يا خرب بيتك يا ناس. كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش، كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك؟ يعني مش عارف نوال مين يالا، ما اعرفش. شكلك ياب منهم يالا، شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربيه وانت بصحابك. ايدك يالا 500 جنيه اهو. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ لا صلح بيهم العربيه. بص شكلك انا بروح على حبيب ديدي عليك، لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس.
مفيش غير الحكومه تجيب لي حق منك يالا. انا اللي هجيب السلسله وهفرجك نفسك انت واللي معاك دول. سلسله؟ انا فاهم الحركات دي كويس يالا. انا بقى هوريك. ابويا ابويا اطلع بيه على اسم العرب. لا انا عايز الدحي. انت خد دي من شرطه هطلع عين امك. اطلع هنا ولا هيعملنا. يا عبد الله 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 يا عبد الله. ايه ده؟ ايه؟ فين الاسطوانة؟ مش عارف. وفين الوقت؟ مات. انت غبي؟ يا عم اوعى اوعى يا عم بقى! الله! ايه يا جدعان؟ انت مفيش واحدة هربانة من البيت بتاعها! مفيش غير الحكومة اللي تجيب لي حقي يا جدعان! يا عم يا عم اوعى يا عم بقى! الله! اي ليه؟ اي ليه؟ اي ليه؟ شغال جواهرجي. جواهرجي؟ طب تعال معايا. ده والنبي تعالى. والنبي بقول لك تعالى. شايف الموتوسيكل ده؟ اه شايفه شايفه. اركب. ايه ده؟ اركب الموتوسيكل. هركب بس حضرتك يعني لو بالنسبه للخوذه لو لجنه قابلتني ولا حاجه ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجه؟ حاضر المرة جاية هحسم لك خوذة. ربنا يخليك اركب. حاضر حاضر. مفيش بنزين. ده انت بتستظرف يا ابن الظريفة. انا ام ظريفة؟ ده انت يومك اسود يومك اسود يومك اسود. هات لي بوشكاش محفوظ من الحجز. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. بتضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقيها سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ايه ده؟ لا لا ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى سلسله ضهري سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟ بركات الصغير ايه؟ لعيب جديد الاهلي هيمضيه بكره الساعه 1 الظهر. انا عايزك تروح قبل واحده وتمضيه. ودي شيك بنص مليون جنيه اهو دفعه التعاقد. شيك بنص مليون جنيه حق اللعيب؟ ايوه. خلاص الشيك معايا اهو بكره الصبح الساعه 7 هبقى اطلع له. 7 الساعه 1 بقول لك. انا هصحى 7 انا عايز اصحى 7. خلاص انت حر.